معالي الوزراء والمسؤولين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وترأس الجانب المصري في اجتماعات الدورة 31 للجنة المشتركة الأردنية المصرية العليا التي كما أسلفت انعقدت في دور انعقادها 31. هذه اللجنة المشتركة العليا هي من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما، إن لم تكن أكثرها انتظاما، وأفخر بأن أقول أيضا إنتاجا. اليوم راجعت اللجنة المشتركة العليا في دورتها 31 المنجز ما بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة ودور انعقادها الحالي التي تشرف المملكة الأردنية الهاشمية باستضافته، واستعرضنا الإنجازات التي تتحقق وتحققت في هذا الإطار بما فيها ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين بعيدا عن أي عوائق أو معيقات من أي نوع ومن أي نمط، وخصوصا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت. استعرضنا أيضا جملة من القضايا التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وجرى التوقيع على 12 وثيقة اليوم بما فيها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى في مجال الرقابة المالية والأوراق المالية، وأيضا برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة، وبرنامج تنفيذي في مجال الشؤون الاجتماعية، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ونظيرتها المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني للأعوام 23-24، وبرنامج تنفيذي ملحق باتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومذكرة تفاهم ما بين وزارة الصحة ووزارة الصحة والإسكان في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومذكرة تفاهم ما بين وزارة الأوقاف الأردنية ووزارة الأوقاف المصرية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي ما بين البلدين الشقيقين، وأخيرا اتفاق ثنائي بين مؤسسة بريد الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية والهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكتروني. مثلما تحدثنا أيضا عن تطلعنا إلى أن نرتقي بالتعاون في مجال الصناعات الدوائية لنصل إلى مرحلة التكامل الدوائي وليس التنافس الدوائي بين البلدين الشقيقين، وأيضا في إطار ما يجمعنا مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ضمن الآلية التي كانت قد أطلقها سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للتكامل الصناعي العربي قبل عامين، والتي تشرفت المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة آخر اجتماع وزاري لها، وانبثق عنه العديد من المبادرات والمشاريع والفرص التكاملية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدول الأربعة، ونتطلع إلى أن تعقد وزراء هذه المبادرة أن يعقد اجتماعهم القادم في البحرين بعد فترة وجيزة، ونتطلع إلى الإعلان عن مشاريع أخرى في هذا الصدد وهذا المجال. أيضا تحدثنا عن الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية العراق، وعن أهمية هذه المبادرة الثلاثية، وأطلعت أخي دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج زيارتي لجمهورية العراق قبل نحو أسبوعين، ولقائي مع دولة رئيس الوزراء العراقي الأخ محمد شياع السوداني، وعن الأهمية التي أكد عليها بإزاء الالتزام الكامل بتطوير هذه الآلية الثلاثية التي تجمع الدول الثلاث الشقيقة بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول الثلاث، وضرورة أن ننتقل وتوافقنا على ذلك، ضرورة أن ننتقل سريعا إلى أن نرى تنفيذ ملموس للمبادرات المنضوية في إطار هذه الشراكة الثلاثية، سيما ونحن مقبلون على لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم الذي من المقرر أن تستضيف جمهورية مصر العربية الشقيقة للدول الثلاث. استعرضنا حقيقة تطابق الرؤى والمواقف السياسية ما بين البلدين الشقيقين في إطار الرؤى والمواقف المشتركة والعلاقات الاستراتيجية والأخوية الوثيقة التي تجمع سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم
وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزاء مختلف القضايا السياسية والتقييم لمنظومة المصالح ومنظومة المخاطر، وهو تقييم مشترك ومتطابق. وفي المقدمة من هذه القضايا الرؤية المشتركة بأن الاستقرار لن يتحقق لمنطقتنا والعالم سوى بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وشاملا في إطار الإجماع الدولي على حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي سياق وإطار يحافظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. وأكدنا في هذا الصدد على الدور المركزي الذي يقوم به سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المفدى في إطار الوصاية الهاشمية باعتباره الوصي على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشريف، وعلى الجهد الكبير الذي يبذله جلالته في هذا الصدد في سياق هذه الوصاية الهاشمية، مع التأكيد بكل تأكيد على 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 تحية وتقدير هذا الدور وضرورة مساندة هذا الدور عربيا وإسلاميا ومسيحيا لنحافظ على هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. تحدثنا أيضا عن ضرورة العمل الدؤوب إلى مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنى التحتية وخصوصا في مجال الغاز، واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد. وأيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى ربط أفريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلى وشواطئ المتوسط ومنها إلى العالم، وسنعمل في هذا الإطار على تطوير هذا المشروع الحيوي والهام الذي يقلل من كلف التبادل التجاري ويرفع تنافسية المنطقة وييسر باعتباره حلقة وصل ما بين الربط ما بين أفريقيا وآسيا والتجارة القادمة من جنوب شرق آسيا مرورا بالأراضي الأردنية والأراضي المصرية واستفادة من الشواطئ المصرية ثم بالتصدير وحركة تجارية لبقية العالم. مثلما تحدثنا أيضا عن الدور الهام لأشقائنا من أبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والعاملين في المملكة الأردنية الهاشمية، و بهذا الصدد التزمنا بأن ننظر في كيفية أن نحافظ على هؤلاء الأشقاء في سياق منظومة القوانين الناظمة للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية وضرورة حثهم على توفيق أوضاعهم، وخصوصا بأننا أمس في مجلس الوزراء أخذنا قرار بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى السماح بالانتقال ما بين القطاعات لشهرين إضافيين. والحقيقة أنا أدعو أشقائنا وأبنائنا من أبناء الجالية المصرية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية للاستفادة من هذا القرار سريعا بغية تأطير وتصويب أوضاعهم القانونية لمن هو مخالف حاليا، والاستفادة من هذه الفسحة في هذا الصدد. وهذه الأعمال تحظى برعاية من لدن سيدي صاحب الجلالة، وهم أهلنا وأشقائنا وشقيقاتنا على الدوام. مرة أخرى أرحب بك دولة الرئيس في بلدك الثاني، وأنا حقيقة سعيد بهذا التفاعل الأخوي في سياق هذه العلاقة النموذجية التي تعبر عن مثالية ما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية بين الأشقاء. أنا وسهلا فيك دولة الرئيس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز دولة الدكتور بشير خصونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يعني اسمح لي طبعا أن أتقدم لكم في البداية بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا دائما ما نلمسه وما نعهده كلما وطأت أقدامنا بلدنا الثاني المملكة الأردنية الهاشمية. واسمح لي أن أنا يعني أرحب بكل ما شرحت دولتكم اليوم من نقاشات وحوارات قمنا بها في اللجنة
الدورة 31 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، والحقيقة كلها مشروعات مهمة جدا لبلدينا، وبتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، وهو ما نلمسه دائما من توجيهات قيادة البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للحكومتين، بتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا ارتباطا بالروابط التاريخية الطويلة الكبيرة والروابط المشتركة بين شعبينا. والحقيقة إنني سعيد اليوم، وده الحقيقة اللي أنا يعني أوضحته النهاردة في بداية الجلسة، إن إحنا على مدار السنوات القليلة الماضية تغلبنا على أغلب التحديات والمشاكل اللي كانت بتواجه واللي كانت دائما موضوع لنقاش اللجنة المشتركة، وأصبح النهاردة بننتقل إلى علاقة أخرى، إن إحنا بننظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في مشروعات جديدة. بنتكلم مش يعني أنهينا الحمد لله كل المشاكل والتحديات، ولم يعني يعد غير حاجات بسيطة جدا، ولكن أصبحنا النهاردة بننتقل في علاقتنا الاستراتيجية نحو كيف يعني نزيد وندعم من العلاقة والروابط في مجالات المستقبل، مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا. وهذا لن يتم إلا بربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية جدا. ولذلك فقد ناقشنا كما قال أخي دولة الرئيس في مشروعات وتقوية خط الكهرباء، ربط الكهرباء. حاليا الخط الكهرباء اللي بيربط بين بلدينا قدرته هي 550 ميجا، تكلمنا على 2000 ميجا إن شاء الله، وتبدأ بمراحل بحيث إن إحنا نصل إلى 2000 ميجا لكي يمكن الاستفادة من خط الربط إلى نقله أيضا لدول أخرى شقيقة كي تستفيد من هذا الموضوع. أيضا تناقشنا في عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنية التحتية بين بلدينا، وكيف يمكن أن نزيد من هذه الروابط في إطار منظومة الطاقة الحالية اللي موجودة في منطقة الشرق المتوسط وارتباط الدول كلها بهذا الموضوع. ولكن زي كما قلنا ان موضوع النقل وتقوية كل وسائل النقل سواء النقل البري والبحري والسككي ايضا بين بلدينا لكي يسمح بنفاذية وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضهم البعض، وده شيء مهم جدا في خلال الفترة القادمة. والأهم إن احنا اتفقنا على عدد من المشروعات التي سيتم فعلا تنفيذها في خلال المرحلة القادمة. الحقيقة طبعا كان مجال التعميق التعاون الاقتصادي في المجالات الهامة مثل مجالات الترانزيت والتجارة والصناعة من أهم المجالات التي تم نقاشتها، وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية. كما قال أخي العزيز دولة الرئيس، لدينا مقومات هائلة في البلدين، وبالتالي من المهم جدا أن نتكامل ولا نتنافس في هذا المجال على الأخص لكي يحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا في هذا الشأن. أيضا مشكورا أخي العزيز دولة رئيس الوزراء استجاب لمطلبي فيما يخص التعامل مع العمالة المصرية المقيمة في الأردن والتي تلقى رعاية فائقة الحقيقة. وفي هذا المجال اسمح لي أخي دولة الرئيس أن أوجه لكم الشكر للحكومة الأردنية، وأيضا طبعا لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة على رعايتكم الهائلة لأشقائكم من الجالية المصرية في الأردن، كما أيضا يحظى أبنائنا الأردنيين الموجودين في مصر بغرض الدراسة والإقامة بكل الرعاية الفائقة من الحكومة المصرية في هذا الشأن أيضا. ولكن تكلمنا على موضوع العمالة المصرية، ويعني مشكورا أخي العزيز استجاب لطلبي في هذا الشأن، وأنا بوجه لي الشكر في هذا المجال. الحقيقة كما قلنا يعني تطرقنا إلى أن العلاقات الحمد لله الثنائية بتعمل على أفضل يعني في أفضل حالتها، واللجنة المشتركة الحقيقة هي فعلا الأكثر إنتاجا وإنجازا من كل اللجان المشتركة على مستوى الأقليم كله، وبنتطلع إن شاء الله نفعل
الآليات الإقليمية الموجودة لدينا، اللجنة الثلاثية مع شقيقتنا العراق، وهناك مشروعات كثيرة بنأمل إن شاء الله أن نضعها حيز التنفيذ في الفترة القادمة، وأيضا آلية التكامل الرباعي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين في مجالات الصناعة، وأيضا الحقيقة بتقطع أشواط جيدة جدا في هذا المجال، ونأمل بإذن الله أن تبدأ مشروعاتها في حيز التنفيذ في أقرب فرصة بإذن الله. الحقيقة يعني كعهدي دائما بأخي العزيز دولة الرئيس الدكتور بشير خصاونة، لمسنا كل التعاون والتكامل فيما بيننا معا، ولا ننتظر يعني دائما عقد الاجتماع السنوي، دائما التواصل، يعني أنا عايز أقول التواصل دائم بيحصل دائما من خلال وسائل الاتصال المباشرة، وأيضا وجهنا السادة الوزراء أن تظل هذه هي الآلية، لأن أي حل أي مشكلة لا ننتظر لإرسال خطابات، ولكن يتم التواصل المباشر وحل هذه المشاكل أو أي تحديات بتظهر، وهذا هو ما يحدث فعلا على الأرض، وهو ده اللي مكننا من إنجاز الكثير والكثير من الخطوات المهمة في إطار توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين. في الختام مرة أخرى بشكر أخي العزيز دولة الدكتور بشير خصاونة رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ودائما وأبدا يعني مصر والأردن في أفضل حال وفي أفضل علاقة، وإن شاء الله تحت ظل قيادتنا الحكيمة بإذن الله تستمر العلاقة بين شعبينا على أفضل ما يكون. شكرا أخي العزيز.